لا رجال إلا بمال ولا مال إلا برجال. فهذه الحياة، الحياة هكذا، الحياة بالعمل. قيمة الإنسان بالعمل، فالإنسان دون العمل ما له قيمة مهما كان ولد فلان ولا ولد أعلى رجل، لكن بدون عمل ما له قيمة. الرجل حتى ولو هو مهم من أصل، لكن إذا أصبح يعمل يصبح له مقام، يصبح له احترام عند اللي يعرفونه ويفهمونه. والإنسان اللي يعرفونه وهو ما يعمل شيء وما له شيء يعني يشاف به وينعرف به من الأعمال الطيبة، ما له قيمة، ما ينفعه أبوه ولا ينفع عمه ولا ينفعون أهله إلا بعمله بنفسه. لا رجال إلا بمال ولا مال إلا برجال. فهذه الحياة، الحياة هكذا، الحياة بالعمل. قيمة الإنسان بالعمل، فالإنسان دون العمل ما له قيمة مهما كان ولد فلان ولا ولد أعلى رجل، لكن بدون عمل ما له قيمة. الرجل حتى ولو هو مهم من أصل، لكن إذا أصبح يعمل يصبح له مقام، يصبح له احترام عند اللي يعرفونه ويفهمونه. والإنسان اللي يعرفونه وهو ما يعمل شيء وما له شيء يعني يشاف به وينعرف به من الأعمال الطيبة، ما له قيمة، ما ينفعه أبوه ولا ينفع عمه ولا ينفعون أهله إلا بعمله بنفسه.